اهلا بيكم مع شركه سمارت سوفت سوليوشن والدوره الخاصه بالفويس اوفر اي بي سيستم والمحاضره رقم 2. احنا خلاص دي الايزو اللي المفترض انت هتعمل لها داونلود، يعني واعتقد عدد كبير منكم بالفعل عمل لها داونلود واشتغل، لكن انا عملت داونلود للايزو، هي موجوده عندي على الديسكتوب، وهبتدي معاكم التوبيك دي ان احنا ننستول السيرفر بتاعنا ونقومه ويبقى اب اند راننج خطوه خطوه. هي طبعا موجوده في الفيديوهين اللي انا نزلت لكم الرابط بتاعهم، لكن احنا هننفذه مع بعض دلوقتي واحده واحده ان شاء الله عشان نشوف بس ان الموضوع بالفعل سهل ما فيهوش صعوبه. يعني في الفيديوهات احنا هنشتغل فيرتشوال ماشين، في الفيديوهات هشتغل بالفيرتشوال بوكس. احنا قلنا ممكن اي تول انت عايز تشتغل بيها اشتغل بيها، لكن انا شخصيا بفضل الفيرتشوال بوكس وهي اللي بالفعل نازله عندي. فدي الفيرتشوال بوكس انا نزلتها وهي فاضيه لسه، فهنبتدي مع بعض ونعمل ماشين جديده. نيو، سمي الماشين اي نيم اي نيم، انتم مثلا زيندا والجروب بتاعكم جي اي 3، سميها باسم الجروب. ده اللوكيشن اللي بننزل بيه الفيرتشوال ماشين. انا طبعا مش هنزلها على السي، هنزلها على مكان تاني عشان السي عندي مليانه. اوكي، التو اوبشنز دول مهمين قوي، يعني التايب بتاع الفيرتشوال ماشين هي لينكس. ده مش اختيارات يا جماعه، الايزو اللي معاك دي هي لينوكس ايزو اوبونتو، يعني اوبونتو ديستريبيوشن 64 بت، فبالتالي الحاجات دي مش اوبشن انت تختار حاجه او ما تختارش حاجه، هي لازم التايب بتاعي يبقى لينوكس والفيرجن اوبونتو 64 بت. كان في زميل بعت لي وقال لي ان هو مش لاقي اوبشن الاوبونتو، طبعا ده مع يعني مش عارف ازاي مش لاقيه، الحاجات دي بيلت ان اصلا في الفيرتشوال بوكس مش من عندي، انك تشتغل هتلاقي الاوبونتو. الاوبونتو ده اشهر توزيعه تقريبا في لينوكس، فصعب قوي انك تكون مش لاقيه يعني، لكن وارد انك ما تلاقيش ال 64 بت، ممكن تلاقي ال 32 بت بس هي الموجوده، مفيش اي 64 بت موجوده. في الحاله دي في سيتنج او في اوبشن لازم يتفتح في البايوس بتاع الجهاز بتاعك. البايوس مش سامح بالفيرشواليزيشن على ال 64 بت، فلازم تدخل على البايوس وتسمح بالاوبشن ده واعمل ستارت للماشين وشغل الفيرشوال بوكس. هتلاقي في الحاله دي ال 64 بت فيرجنز بقت افيلبل بالنسبه لك، فنأكد ان احنا التايب لينوكس والفيرجن اوبونتو 64 بت. نكمل، دي الرامات اللي هنديها للماشين بتاعتنا. انا قلت بديها 2 جيجا رام، هي 1 جيجا اعتقد الانستليشن ممكن ما يكملش معاك، فهي 2 جيجا رام مينيمم عشان نقوم الانستليشن وما يبقاش في مشاكل. وده الفيزيكال هارد اللي هو هيخصصه للفيرشوال ماشين هو 10 جيجا، يعني مور ذان انف. هي كل الايزو بتتفرد تقريبا على 6 جيجا، فده بالنسبه لي كافي جدا، مفيش فيه مشكله. انا كده شغلت الايزو ومفترض ابداها، بس اول ما ابداها في بعض السيتنج هنظبطها. نكليك على السيتنج، عندي هنا في السيستم البروسيسور انا عندي 4 كور على البي سي بتاعي، فهو بالديفولت بيدي للفيرشوال 1 كور، انا هديها كام كور علشان ما تبقاش بطيئه قوي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه النتورك، في اكتر من اوبشن هنا، احنا هنختار الاوبشن اللي هو البريدجت ادابتور. البريدجت ادابتور ده هيطلع لي المشين بتاعتي على النت، وفي نفس الوقت هيخلي الماشين بتاعتي از سيبريت ماشين، يعني جهاز هياخد اي بي داخل النتورك بتاعتي، وبالتالي انا اقدر اعمل له اكسس من اي من اللاب بتاعي ده او من اي ماشين ثانيه موجوده في النتورك، ودي بالفعل الكيس اللي احنا عايزين نشتغل بيها. فانا هختار البريدج ادابتور، وزي ما قلنا الانستليشن ممكن يتعمل اونلاين واوف لاين، يعني ممكن ابقى اوف لاين او اونلاين في الانستليشن، كل واحده ليها ميزه وليها عيب. انا لما بشتغل اونلاين اثناء الانستليشن اي ابديت او اي نيو فيرجن هو كده كده الانستولر بيتشيك عليه وبينزل كل الابديت مع الانستليشن على طول مره واحده، وبالتالي لما بخلص الانستليشن بيبقى السيرفر بتاعي بالفعل فولي ابديت، سواء الباكجز الخاصه بزيندا او حتى الحاجات الخاصه بالفريم ورك وبالران تايم. لكن عيبها انها يعني طبعا بيداونلود حاجات من على النت، فهيطول وقت الانستليشن شويه، ده اول عيب. العيب الثاني لو حصل والنت فصلت او حصلت مشكله في الكونكتيفيتي اثناء الانستليشن، الانستليشن بيحصل له فيلير، ما بيكملش، بيقف وبيبوظ وبضطر اعيد من الاول تاني. فانا بالنسبه لي افضل ان احنا نشتغل اوف لاين. اوف لاين يبقى انا خلاص هشغل اولا وقت الانستليشن يبقى سريع، وبعد ما اخلص اشغل النت ارجع الكونكشن تاني على الماشين بتاعتي، ولو عايز اعمل ابديت اعمل ابديت مانوال مفيش اي مشكله، بس على الاقل ابقى ضامن ان الانستليشن بتاعي تم والسيرفر بتاعي قام ومفيش فيه مشكله. فانا هخلي الاتاتشت النتورك تايب بريدجت ادابتور واجي هنا على الكيبل كونكشن بس هقول له انشيك، انا كده كاني شلت
الكيبل من الماشين بتاعك. انت لو بتشتغل على فيزيكال سيرفر طبعا مش هتعمل كل الكلام ده، كل اللي هتعمله انت هتشيل انبلاج للنتورك كيبل، هتشيل كابل النتورك بس، هو ده اللي احنا عملناه دلوقتي على الشاشه اللي قدامنا دي. دي كده كل الاعدادات اللي انا محتاج اظبطها، وممكن اقول له ستارت بقى على طول. الستارت بيقول لي فين الايزو، طبعا هو لقى ان دي ماشين جديده ما فيش عليها اي اوبريتنج سيستم، فبيقول لي فين الايزو اللي هتشتغل بيها. فانا اوبن، هي موجوده على الديسكتوب، هي ما فيش غيرها، فانا اختار الايزو بتاعتي واقول له ستارت. مينيمايز ده. اوكي، هنمشي مع بعض في البروسيدير. هو تقريبا يعني عدد قليل من الشاشات اللي هيقابلني، تلات او اربع شاشات بالكتير، وبعد كده كل الانستولر بيتم بشكل اوتوميتد، انا ما بتدخلش فيه. هي موضوع الانستليشن بيبقى ممل شويه، لان انت يعني مفيش اكتيفيتي كتيره بتعملها، انت يعني هتكليك على كذا حاجه وبعد كده لازم تستنى لحد ما يخلص الانستليشن. فيعني نصبر مع بعض شويه لحد ما نخلص الجزء الممل ده. تمام، دي اول شاشه اللي هي شاشه النتورك. مفترض هنا لو في كونكتيفيتي، مفترض ان انا بحط الاي بي بتاعي، ولو انا هشتغل بفيكسد اي بي طبعا طبعا السيرفر في الغالب او مش الغالب لازم هيبقى ليه فيكسد اي بي، لكن انا بما اني شغال اوف لاين دلوقتي فانا هو مش مفيش ديتكشن لاي اي بي، فانا هختار الاوبشن اللي هو اوريدي سيلكتد عنده اللي هو كونتينيو وذاوت نتورك، ده ابروفد بالنسبه لي. الشاشه الثانيه خاصه بالهارد ديسك، بيقول لي انت هتقسم الهارد ديسك ازاي. طبعا الناس اللي عندها خبره في لينوكس ممكن تختار مانيوال كاستم ستورج لي اوت، تنزل على الاوبشن ده تختاره وتدخل هي بعد كده على الهارد ديسك بتاعها تقسمه بمعرفتها. لكن انا بفضل ان احنا نسيبه يوز انتاير ديسك، استخدم كل الديسك واسيب الانستولر هو اللي يقسم الهارد ديسك بتاعي. لكن لو انت عندك اكسبيرينس كويسه في لينوكس ممكن انت تقسم الهارد باي طريقه ثانيه لو انت عايز، لكن انا هختار الديفولت واسيبه هو يقسم الهارد بتاعي واقول له دن. وهنا بيقول لي هيقسم الهارد بالشكل ده، هيعمل فيه ثلاثه بارتيشن، حاجات خاصه بالبوت وحاجات خاصه بالماونت وحاجات خاصه، وباقي الميديا كلها بتاعت الهارد ديسك بيسيبها لي بارتيشن واحد للاوبريتنج سيستم، وانا بالنسبه لي ابروف ما فيش فيه مشكله اقول له دن. هنا بيكونفيرم معايا عايز تكمل اقول له اوكي. هنا الشاشه دي لازم ادخل فيها انتري، بقى بيقول لي دخل انتري يور نيم، حط النيم. طبعا النيم ده غالبا هيكون اسم الشركه اللي هي نازل فيها السايت، يعني انا بالنسبه لي اكتب مثلا سمارت سوفت سوليوشنز. اوكي، ده مجرد نيم. بعد كده السيرفر نيم، البي سي نيم بتاع السيرفر ده هيبقى اسمه ايه في النتورك بتاعتك. انا بالنسبه لي هسميه مثلا زيندا، نسميه زيندا اي 3، زيندا جي اي 3. اوكي، يوزر نيم ده اليوزر اللي هيحصل له كرييشن اثناء الانستول. نركز قوي لان ده الروت يوزر بتاع لينوكس، الناس اللي يعرفوا لينوكس عارفين يعني ايه روت يوزر. الروت يوزر ده هو المين يوزر، اليوزر اللي بيقدر يعمل اي حاجه في السيستم، يقدر يهد السيستم من اوله لاخره، يعني بيبقى كل الاثوريتي مفتوحه له في الماشين نفسها. وبالتالي اليوزر ده نختاره بعنايه ونحط له باسورد كومبلكس علشان مش اي حد يقدر يهاك عليه بسهوله، لان اللي هيبقى معاه اللوجن بتاع اليوزر ده زي ما قلنا يقدر يعمل اي حاجه في السيرفر بتاعي. فانا هختار اليوزر سمارت سوفت. طبعا انت هتختار اي يوزر نيم بالنسبه لك وهتحط الباسورد، يا ريت تحطها كومبلكس محدش يقدر يعمل لها ديتكشن بسهوله. انا برضو عشان التسهيل اختار سمارت سوفت. كونفيرم الباسورد واقول له دن. انا كده بالنسبه لي دوري في الانستولر خلص، كل الباقي بعد كده هو هيتم بشكل اوتوماتيك واحنا ملناش فيه اي تدخل، مجرد بنراقب الشاشه لحد ما يطلع لي الكونفيرميشن في الاخر ان الانستليشن دن كومبليتد سكسسفولي، او لو حصل ايرور هيطلع لي الايرور مسج. فاحنا الكلام ده تقريبا بياخد يعني من 10 ل 15 دقيقة حسب السرعة وحسب الماشين بتاعتك سرعتها عاملة ازاي. فاحنا مفيش في ايدينا دلوقتي اي حاجة غير ان احنا نستنى لحد ما يخلص السيت اب بتاعه. لو انت عايز تتابع ايه اللي بيتم اثناء الانستولر ده دلوقتي ممكن تنزل بالسهم كده على الاوبشن اللي هو فيو فول لوج، قول له اوكي انتر، يبتدي يديك لايف كده ايه اللي بيتم وايه الستبس اللي بتتم دلوقتي. طبعا ده لو حابب تشوفها، مش حابب
كلوز وخلاص نستنى الانستور لحد ما يخلص. احنا كده الانستليشن خلص يا جماعه، واضح قوي المسج اللي طلع لي في الاخر زين انستليشن كومبليتد ريستارت ناو، هو طالب ريستارت، دي كده السكسسفول مسج، غير كده يبقى في ايرور حصل. ايه هو الايرور؟ انا ما اعرفش يعني، ممكن ساعتها تنزل على الفيو الفول لوج اللي احنا واقفين عليها دي وتفتح وتتابع بقى الكلام وتتابع لحد ما نعرف ايه سبب الايرور اللي حصل عندك. لكن احنا بادئين معاك وماشيين فاضيه من الاول اهو، وما حصلش معانا ايرور، فالمفترض ما يحصلش معاك ايرور. خلاص هو كده طالب ريستارت ناو، فانا هنزل على اوبشن ريستارت ناو واقول له اوكي. كده بريستارت الماشين، بس طبعا قبل ما ريستارت الماشين ما انساش اعمل ايه؟ الكيبل اللي احنا عملنا له انبلاج، نعمل له بلاج تاني وننزل او نشغل النتورك. فانا هنا على الفيرشوال بوكس برجع النتورك ديفايسز، هلاقي النتورك واقول له انا كنت عامل لها ديسكونكت، اقول له كونكت نتورك ادابتر. انا كده كاني دخلت الكيبل تاني في السيرفر واقول له بريس انتر عشان ريستارت، واقول له ريستارت. انا كده الماشين بتاعتي هتقوم لاول مره. اللوجن بيج طيب احنا كده السيرفر امب، نعمل لوجن سمارت سوفت والباسورد سمارت سوفت. طيب احنا كده عملنا انستليشن والسيرفر اب، ناقص ان اتاكد ان السيرفر بتاعي رن. فالاول بس اعرف الاي بي ادرس، طبعا احنا ما ادينالوش اي بي ادرس، هو حاليا واخد دايناميك اي بي. فالاي بي ادرس بعرفه ان انا بكتب الكوماند ده اي بي سبيس اي، الاقي نازل عندي كده بيقول لي ان بيقول لي ان الادرس بتاعي 192.168.1.130 على 24. طبعا على 24 ده 24 ده اللي هو السبنت، هنشوفه قدام شويه، لكن الادرس بتاعي دلوقتي 192.168.1.130. فانا لو جيت فتحت البراوزر بتاعي 192.168.1.130 هلاقي دي المين بيج بتاعت السيرفر كده، خلاص دخلت بالفعل على السيرفر، ودي الابلكيشنز اللي انا ممكن اشتغل بيها. البيزك ابلكيشن او الابلكيشن الرئيسي اللي هنشتغل بيه تقريبا طول فتره الدوره دي هو الادمنستريتور. هنبص في يعني في مراحل قدام شويه هنبص على باقي الابلكيشن دي وهنشوفها، لكن الابلكيشن الرئيسي بتاعنا هو الادمنستريتور. فنكليك مع بعض على الادمنستريتور. انا بس حابب انوه ان دي اول مره السيرفر يقوم فيها، وبالتالي هو في اول مره بيعمل كرييشن وانيشاليزيشن لشويه حاجات كتير كده للداتا بيز نفسها من اولها، لشويه سكريبتات شويه حاجات بتنفذ، فممكن ياخد وقت شويه على ما الدنيا تبقى تقوم عندي. يعني ممكن الوقت يطول شويه يوصل 10 دقائق احيانا، يعني ممكن يبقى اسرع من كده. فانا ممكن اقول له اوكي، احط اليوزر والباسورد. اليوزر والباسورد دول خاصين بالويب ابلكيشن ده، ما لهمش دعوه باليوزر اللي احنا عملنا له كرييشن في الانستليشن. اليوزر اللي فات كان روت يوزر على اللينوكس ماشين نفسها، لكن ده اليوزر بتاع الابلكيشن نفسه داخل زنده. اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن. طبعا ده علشان يبقى جاهز عندي لازم تكون خلاص الداتا بيز اتعملت واتكريتت والسيتنج كلها اتحطت. فاحنا هنعمل لوجن ونشيك دلوقتي هل هي بالفعل اشتغلت ولا لسه. هي اشتغلت ما خدتش وقت كتير، ممكن اقول له سيف. فاشتغل عندي الابلكيشن بالشكل ده. ممكن عندك انت في الكيس بتاعتك تعمل لوجن يديك ايرور احمر كده هنا ويقول لك ان في مشكله في الكونكتيفيتي، بيكون لسه الستاك شغال وبيكريت الداتا بيز ولسه الدنيا ما عملتش، فممكن تستنى شويه وتجرب تاني. خلاص فانا كده ضمنت ان السيرفر بتاعي اب، ناقص ان اخلي السيرفر بتاعي ران. فبعد ما بعمل انستليشن في كذا خطوه لازم اعملها علشان افاينلايز الانستليشن بتاعي اللي هي الافتر انستليشن بروسيدنج. انا دلوقتي الابلكيشن ده فيه اكتر من تاب زي ما هنشوفها بالتفصيل بعد كده. انا حاليا هشتغل على التاب الاولى اللي هي السيرفر. في هنا الاول جزء النتورك، احنا طبعا عشان نلوجن على السيرفر هو خد دايناميك اي بي اللي هو 130، لكن لو عملنا ريستارت للسيرفر الاي بي هيتغير، وبالتالي لازم اديله فيكسد اي بي علشان اشتغل عليه بشكل ثابت بعد كده، والفونز نفسها تقدر تكونكت عليه بشكل ستيبل بعد كده. فانا بدخل هنا على النتورك، اول منيو فيها اللي هي النتورك انترفيس، هلاقيه بالفعل واخد ده اسم او الاي دي بتاع النتورك ادابتر اللي عندي اللي بتعرف على الماشين. هو بيقول لي واخد دي اتش سي بي، هنشيل التشيك من على دي اتش سي بي واديله انا اي بي ستاتيك.
انا مثلا هديله 1.9. طبعا اي بي ستاتيك في الرينج بقى بتاع النتورك بتاعتي اللي انا عايزه يشتغل بيها حسب الرينج الموجود ايه. انا الرينج الموجود عندي 192 168 دوت 1 دوت هنديله 144 زي ما مكتوب في الفيديو. وما انساش ان انا لازم اعمل باك سلاش 24. ايه باك سلاش 24؟ احنا الناس اللي اشتغلت على الويندوز عارفه ان لما بنيجي نحط الاي بي بحط الاي بي بحط السبنت ماسك اللي هو بيبقى 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 في الغالب يعني. وبحط الدي ان اس وبحط الجيت واي. ده السبنت ماسك. بس السبنت ماسك يعني له طريقتين في الكتابه. الطريقه اللي فاتت اللي احنا عارفينها اللي هي اسمها الديسيمال اللي هي اربع ديجيت 255 255 255 0 او اي فاليو ثانيه لكن بيبقى اربع ديجيت دي كده الطريقه الديسيمال. وفي الطريقه الثانيه اللي هي اسمها السي دي ار نوتيشن. سي دي ار نوتيشن دي يعني طريقه ثانيه للتعبير عن نفس الفاليو بتاعت السبنت ماسك لكن باستخدام رقم واحد. فهنا في السيرفر بتاعي بحط الاي بي وباك سلاش واحط معاه السبنت ماسك على طول. لازم الاثنين يتحطوا مع بعض وادوس هنا على البوتوم بتاع اد. انا كده ضفت الاي بي لان ممكن احط اكتر من اي بي. بالنسبه للنوتيشن ده اللي هو السي دي اي نوتيشن لو انت مش عارف ايه الفاليو بتاعته في سي اي دي ار نوتيشن ممكن اكتب كده سي اي دي ار نوتيشن تيبل. طبعا انت ممكن على النت هتطلع بقى اي ماتيريال هتلاقي ماتيريال كتير بتتكلم عن السي اي دي ار نوتيشن وبتشرحه بالتفصيل فده استفاضه انت يعني براحتك سيلف ستادي مع نفسك. لكن انا بالنسبه لي دلوقتي اللي يهمني ان انا بس يعني الفاليو انا عارفها لكن مش عارف ايه السي دي اي نوتيشن بتاعها. فانا ممكن في هنا حاجه اسمها سي اي دي ار كونفرجن تيبل. هلاقي تيبل بسيط كده هلاقي هنا الفاليو الديسمال اللي انا عارفها وهنا الفاليو المقابله ليها بالسي اي دي ار نوتيشن. يعني الفاليو اللي احنا عارفينها اللي هي 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 السي اي دي ار نوتيشن بتاعها اللي هو الباك سلاش 24. فانت هتبقى عارف الفاليو دي هتدور هي فين وتاخد الفاليو المقابله بتاعتها وتشتغل بيها على طول. خلاص ده كده الاي بي ادرس بتاعي. الجيت واي هحط له جيت واي 192.168.1.1 هي جيت واي واحده فبالتالي مش محتاج اعمل انتر لان هي فاليو واحده. الدي ان اس هحط له الدي ان اس بتاعي 192.168.1.1 ولازم اعمل اد. وممكن احط له البابليك دي ان اس علشان الانترنت 8.8.8.8 او اي دي ان اس تاني موجود عندك في النتورك يقدر يطلعك على الانترنت. واد انا كده ضفت الفاليو واقول له ابديت. طبعا ابديت ده بيقول لي انت هتحتاج تابلاي لي تشينج ناو. اقول له اوكي. فبيقول لي ان الديسكونكتيفيتي هتفصل والشاشه دي هتقع طبعا لان الاي بي هيتغير. اقول له اوكي مفيش مشكله. فلو جينا نعمل ريفريش هنلاقي الدنيا وقعت. ندخل بقى على الادرس الجديد بتاعنا اللي هو 192.168.1.144. فكده الاي بي ادرس بتاعي اتغير خلاص وخد الفاليو النهائيه بتاعته. اقفل دي خلاص مش محتاجها واقول له لوجن تاني على الادمنستريتور. اول السبع عملناها ان انا اديت فيكسد اي بي للسيرفر بتاعي وده الاي بي اللي هتعامل بيه بعد كده. موضوع ان انا ادخل على الاكسس الويب باستخدام البي سي نيم دي ممكن تشتغل في بعض النتورك وممكن ما تشتغلش في بعضها حسب السيتنج الموجود. احنا كنا سمينا السيرفر ايه زيندا تقريبا زيندا جي اس 3 دوت لوكال. هي اشتغلت عندي على طول لكن ممكن عندك حسب النتورك اللي انت فيها ممكن تلاقيها مش شغاله يعني لكن مش دي الايشو يعني. فكده اعمل لوجن ادمن اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن ده بالديفولت. طبعا كلنا عارفين اليوزر نيم والباسورد. انت بعد ما بتلوجن في امكانيتك ان انت من هنا تشينج الباسورد لو عايز تعملها تشينج. تحط الاولد اللي هي الادمن حط نيو باسورد مرتين خلاص يبقى انت غيرت الباسورد بتاعتك. اوكي يبقى اول خطوه عملناها ان احنا غيرنا الاي بي ادرس وادينا له فيكسد علشان نقدر نتسسه بسهوله. الخطوه الثانيه ان انا اتاكد بقى ان السيرفر بتاعي راننج. هو دلوقتي اب السيرفر قايم وشغال لكن مش راننج. طيب قبل ما اشوف المش راننج انا الشاشه اللي انا فيها دي الداشبورد. الداشبورد بالديفولت بتنزل فاضيه كده لكن انا ممكن املاها بويدجتس بحيث يبقى ظاهره قدامي بعض المعلومات. انا لو جيت هنا عملت كليك على اد الطيب هلاقي فيه اربعه ويدجت طيب افيلبل بالنسبه لي. ممكن في الفيديوهات اللي انتم شفتوها كان فيه ثلاثه بس لكن في الابديت ضافت باكج ثانيه بعد ما
بعد ما الفيديوهات اتسجلت. فانا ممكن يعني ممكن اضيف الاربعه دلوقتي عشان حتى اشوفهم بتوع ايه، ممكن ادي كل واحده نيم او ما اديهاش، مش مشكله، حتى ناخدهم بالترتيب كده. الريسورس انفو، السايز ده حجمها على الشاشه قد ايه؟ انا السيستم بيبقى مقسم الشاشه دي ل 12 12 مربع، فانا بقول له 6، يعني بقول له هتاخد نص حجم السكرين زي ما هنشوفها دلوقتي. بقول له اوكي، هي بالفعل خدت نص السايز. ممكن نضيف الشاشه اللي بعدها ديسك انفو، نضيف اللي بعدها، بس نضيفهم عشان نشوفهم مبتوع ايه، يعني يبقوا ظاهرين قدامنا. نضيف الرابعه اللي هي الرابعه دي الجديده اللي اتضافت بعد الفيديوهات، ودي اهمهم بصراحه. طيب واضح كده ان دي خاصه بالريسورس، بيقول لي السي بي يوزج قد ايه، الرامات اخبارها ايه، السواب ميموري اخبارها ايه، وبيديني هنا الكيرنل بتاع لينوكس الموجود عندي على السيرفر. الثانيه دي خاصه بالديسك، الهارد ديسك بتاعي، هل هو اتملى ولا ما اتملاش، حجمه قد ايه، اتملى قد ايه، بحيث انا بقى متابعه دايما واشوف الدنيا عامله ايه، خاصه لما هنشغل السيرفر فتره ويبتدي يسجل مكالمات، فممكن الهارد ديسك بتاعي يتملي. اوكي. الويدجت الثالثه دي خاصه بالريسورس، دي كل السيرفيسز الخاصه بسيستم زيندا اللي موجوده على السيرفر، احنا هنشوفها بالتفصيل هي ايه، لكن انا يهمني دلوقتي ان انا اتاكد ان كلها راننج. طبعا واضح ان في واحده فيهم مش راننج، وقع اللي هي السيرفر الرئيسيه، السيرفيس الرئيسيه اللي هي زيندا انجن، ده الكور مانجر بتاعي نفسه، هو واقع دلوقتي لان انا لسه في خطوه اللايسنس لسه ما فعلناهاش، فلما نفعلها السيرفر السيرفيس دي هتقوم وتشتغل. الويدجت الرابعه دي اللي اتضاف الجديد، دي مهمه قوي. احنا في الفيديوهات قلنا بعد ما بعمل بظبط النتورك بحط الاي بي، من اول الخطوات اللي بعملها ان انا بعمل ابديت للسيرفر او بتشيك على اي نيو فيرجن موجود. طبعا انت منزل الايزو، فوارد بعد الايزو دي في ابديتس كتيره نزلت على الباكجز الخاصه بزيندا، فممكن مطلوب مني ان انا اعمل لها ابديت علشان يبقى السيرفر بتاعي اب تو ديت. طبعا لو انا شغال في الانستليشن اونلاين فالابديت ده بيتم اوتوماتيك اثناء الانستليشن، لكن حاليا انا محتاج ان انا اعمل ابديت بنفسي لو في ابديت. في الفيديوهات اللي عندكم كان في طريقتين الابديت، طريقه البروفيشنال اللي انت تشتغل ابديت من الويندو اللينوكس شيل نفسه، يعني سودو اي بي تي ابديت، هم اثنين كوماند مكتوبين سمارت سوفت بيعمل ابديت، والكوماند الثاني سودو اي بي تي ابجريد هيبتدي يعمل لي ابجريد لكل الباكج. او الطريقه الثانيه كانت من الجي او اي زي ما هي موجوده ومشروحه، مش هكرر الكلام ثاني في الفيديوهات، لكن الحقيقه ممكن نطلع ده كده فوق، بسحبه دراج اند دروب وبنزله فوق. ممكن اقول له سيف لي اوت عشان كل اللي احنا عملناه على السكرين ده يتسيف ويبقى محفوظ عندي، كل ما افتح الابلكيشن الاقي نفس اللي اوت ده موجود اقول له سيف. اوكي. الويدجت الرابعه اللي اتضافت دي ويدجت مهمه قوي قوي. الويدجت دي بتقول لك دي الباكج الخاصه بزيندا كلها الموجوده على السيرفر، وهنا بيقول لك الكرنت فيرجن اللي نازل عندك على السيرفر ايه، ولو في اي ابديت موجود هنلاقي مكتوب جنبه بالاحمر ان في نيو فيرجن موجود، وهلاقي هنا في المنيو بتاعتي هلاقي في المنيو في ظهرت عندي منيو ابجريد، جاست ان انا اعمل ابجريد اكليك على ابجريد هو السيستم اوتوماتيك هيبتدي يعمل لها ابجريد. فدي مونيتور بالنسبه لي انه كل ما بفتح اشوف هل في فيرجن جديد نزل ولا ما نزلش، بدون ما احتاج ان انا اعمل تشيك عليه كل شويه زي ما كان موجود في الفيديوهات بتاعتكم. فدي كده الماشين بتاعتي. انا اللي يهمني دلوقتي ان انا كنت اوريكم بس ان الزيندا انجن اللي هي السيرفيس الرئيسيه بتاعت الكول مانجر واقعه مش شغاله، هو طبعا راننج بيحاول يقوم لكن هيقع دلوقتي بالظبط زي ما احنا شايفين. علشان بقى السيرفر بتاعي يبقى راننج لازم اظبط اللايسنس. نيجي هنا على اللايسنس، في لايسنس انفورميشن. ايه بقى موضوع اللايسنس؟ احنا قلنا السيستم فري او الكور نفسه فري. احنا بالمناسبه كل الدوره اللي احنا فيها دي من اولها لاخرها هنتكلم فقط على الجزء الفري، يعني اي فيتشر هنتكلم عليها، اي اوبريشن، اي 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 حاجه هنتكلم فيها هي ويذن الفري، والهدف من كده ان انت تشوف ازاي بالفعل الجزء الفري في السيستم جزء كبير وتقريبا ممكن يغطي معظم ان لم يكن كل احتياجات العميل بتاعك. في اخر الدوره بس هننوه على الحاجات اللي هي الكوميرشال اللي مش موجوده في الفري، وايه هي وامتى نحتاجها وامتى ما نحتاجهاش. لكن انا حتى السيستم لو فري انا لازم اعمل ريجستر على سمارت سوفت سيرفر، لازم اعمل ريجستر واعمل اكونت للسيرفر بتاعي حتى لو فري. الريجستر ده بيتطلب مني ان انا ابقى واصل على الانترنت دلوقتي علشان اعمل اكونت بتاعي وافعله وريجستر بيه على الاقل مره، وممكن بعد كده افصل
افصل كونكتيفيتي مش محتاجها تاني خلاص، لكن لازم اعمل ريجستر. طبعا هنا بيقول لي حط الاي دي، بس انا لسه ما معيش اي دي، لو انا لسه بادئ من الاول فاقول له كرييت ان اكونت. هنمشي معاكم واحده واحده في الاكونت كرييشن. بيحذفني على الريجستريشن سيرفر. طبعا لو انا ليا اكونت هلوجن، لكن انا ماليش اكونت، دونت هاف ان اكونت، اكليك عليها. هقول لي اعمل ريجستر لاكونت جديد، احنا هنسميه سمارت سوفت داش جي اي 3، اسم الجروب بتاعتكم. اليوزر نيم هنسميه سمارت سوفت داش جي اي 3 خلاص. الباسورد انا هحط انا باسورد، تمام. وهنا الايميل، طبعا الايميل لازم يبقى ايميل حقيقي، لان هو بعد ما بعمل ريجستريشن هيبعت لي كونفرميشن على الايميل ويستنى مني ان انا ارد من على الكونفرميشن دي علشان الاكونت بتاعي يتفعل. فلو انا حطيت فيك ايميل خلاص انا مش هعرف، يعني مش هعرف فعل الاكونت، واقول له ريجستر. افترض دلوقتي ريجستريشن سكسس، هو عمل كرييت للاكونت والمفترض انه بعت لي ايميل ومستنيني ارد بالكونفرميشن على الايميل علشان يفعل الاكونت، وده الاي دي بتاعي اللي هاخده اشتغل بيه هناك، يعني اخده كوبي كده كنترول سي وارجع هنا احط بقى الاي دي واقول له اوكي، تمام. ريفريش، فبيقول لي ان كونفيرمد اكونت. طبعا الاكونت ان كونفيرمد لان انا لسه ما عملتش كونفيرميشن للاكونت، هو بعت لي ايميل ولسه مستني مني ان اعمل كونفيرميشن. لكن قبل ما نعمل كونفيرميشن ممكن جو تو لوجن بيج، الوجن دلوقتي اليوزر نيم بتاعي اللي هو سمارت سوفت، سمارت سوفت داش جي اي 3، اقول له لوجن. احط الباسورد ولوجن. انا دي صفحه الاكونت بتاعي اللي بمانج منها الاكونت. طبعا ظاهر عندي برضو الاي دي بتاعي، الاكونت كرييتد امتى، وده اليوزر نيم بتاعي ظاهر اهو، والايميل بتاعي اللي انا المفترض هيخاطبني عليه او هتعامل بيه ظاهر برضو عندي. هنا بقى بيقول لي ايميل كونفيرمد، طبعا لا هو لسه مش كونفيرمد لان انا ما عملتش كونفيرميشن. طيب مفترض في ميل راح لي، لو الميل اتاخر وطول ممكن اقول له ريسنت كونفيرميشن ميل، ابعت لي الميل مره ثانيه مرة تالتة مرة رابعة لحد ما الميل بالفعل يجي لي علشان اقدر ارد عليه. لكن طول ما انا لسه ما عملتش كونفيرميشن فالايميل كونفيرم ده هتديني اكس يوزد. هل انا عملت كونفيرميشن للميل وحطيت الاي دي وفي سيرفر عمل ريجستر واستخدم الاكونت ده ولا لسه ما استخدموش؟ فطول ما هو ان يوزد فهيبقى برضو اليوزد عندي معمول عليها ان تشيك. وهنا الفاينل ستيتس هو نوت كونفيرم دي. طب نرجع بقى على الميل بتاعي، واخر ميل جالي هو بالفعل زندر ريجستريشن، وبس كل مطلوب مني ان انا اكليك على اللينك علشان يبتدي يعمل كونفرميشن. فلو عملت كليك دلوقتي وقال لي الاكونت هاز بين اكتيفيتد سكسسفلي، المفترض ان هو خلاص اتعمل له كونفرميشن دلوقتي. لو رجعنا للصفحه وعملنا لها ريفريش فبقى ايميل كونفيرمد تشيكت خلاص، وهو نوت يوزد، الايميل لسه او الاكونت خلاص هو جاهز للاستخدام لكن لسه ما استخدمش. فارجع للسيرفر بتاعي انا خلاص مديله الاي دي، اقول له بقى اعمل ريفريش لللايسنس، وعمل ريفريش وراح ورجع خلاص رجع باللايسنس بتاعتي خلاص. لو جيت هنا اعمل ريفريش هيقول لي ان هو يوزد. انت دلوقتي عملت الاكونت وممكن تعمل اكونت وما تعملوش كونفرميشن تسيبه السيستم بعد فتره، لو الاكونت ما تعملوش كونفرميشن السيستم بيمسحه بيحذفه. لو عملت كونفرميشن للاكونت وسبته بدون ما تستخدمه على سيرفر بعد فترة أطول شوية السيرفر بيمسحه. فيوزد ده بالنسبة للسيرفر بيقول له خلاص الأكونت ده بتاع حد. فالسيرفر نفسه ما يعملوش ديليشن، أوتوماتيك ديليشن. إن في ممكن ناس تدخل تعمل أكونت وتعمل أكونت وتعمل أكونت، أكونت فيك بتتعمل. فالسيرفر بيديها وقت، لو ما استخدمتش بشكل حقيقي وجاله منها ريكويست إنها موجودة على سيرفر بالفعل فالسيستم بيمسحها. لكن انا كده الخلاصه ان خلاص جات لي اللايسنس بتاعتي ورجعت لي، تمام. فانا ده اليوزر نيم بتاعي بالفعل،
وال هنا اكسباير ديت وهنا اللايسنس. هلاحظ بس حاجه، نرجع تاني هنا للاكونت. الاكونت اول ما بعمله هو بينزل ان هو فري لايسنس، طبعا احنا شغالين بالفري لايسنس. افترض بعد كده لو هتعمل تحديث او ترقيه لاي كوميرشال لايسنس هتعملها عن طريق الشركه، لكن هو نازل فري. لكن حتى لو هو فري السيستم بيسمح لي باعتقد 60 يوم، 60 يوم ترايل. في الترايل فتره الترايل بتبقى كل الاوبشنز مفتوحه، مش عارف 60 ولا 30، نشوف كده. اكسباير ديت وهو ترايل، اعتقد 30 يوم. السيستم بيديني 30 يوم ترايل، بيبقى سامح لي بكل الاوبشنز وكل الكوميرشال اوبشنز مفتوحه طول فتره الترايل دي، كل الاوبشنز مفتوحه وكل الحاجات مفتوحه بالنسبه لي كلها بدون اي ريستريكشن وبدون اي حاجه. انا لو جيت على اي ابلكيشن دلوقتي، يعني خليها الوقتها علشان ما نتوهش مع بعض شويه. فده كده بالنسبه لللايسنس. بعد ال 30 يوم هلاقي كلمه ترايل اتشالت وكتب لي كلمه فري اللي هي الاكشوال لايسنس بتاعتي. طيب بالنسبه للكي، عشان الكلام اللي كان ممكن يبقى فيه كونفليكت شويه مع الكلام اللي كان موجود في الفيديو عندك. بالنسبه للاكسبيريشن كي، ايه الكي ده؟ السيرفر بتاعي طول ما هو شغال كل ساعه تقريبا بيبعت ريفريش للريجستريشن سيرفر، فالريجستريشن سيرفر بيرجع له بكي. الكي ده بيبقى فاليد، الكي نفسه فاليد لمده 15 يوم. طول ال 15 يوم دول انت شغال بالكي ده وشغال بيه، ما فيش فيه اي مشكله. طيب طول ما انت واصل بالانترنت الكي ده بيابديت نفسه على طول باستمرار، بيابديت نفسه باستمرار، بيابديت نفسه باستمرار. طب لو انت دلوقتي عملت ريجستريشن ورحت جاي شايل الكيبل من على السيرفر وفصلت الانترنت، مش هتوصل الانترنت على السيرفر، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الكي ده بيبقى فاليد لمده 15 يوم، يفضل شغال معاك لمده 15 يوم. طيب خلصوا ال 15 يوم ومفيش كونكتيفيتي، فالكي ما عملش لنفسه ريفريش، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الكي بيحصل له اكسباير، وايا كانت اللايسنس اللي انت شغال بيها سواء كوميرشال سواء ترايل سواء ايا كانت، السيستم بيروح عاملها داون جريد للفري. واضحه كده يا جماعه؟ السيستم بيروح عاملك داون جريد للفري. يبقى انت لو انت اصلا فري يوزر فانت مش محتاج الانترنت، لان كده كده انت هتشتغل بالفري. لكن لو انت كوميرشال يوزر وعملت ابجريد لكوميرشال فانت محتاج الانترنت على الاقل مره كل اسبوعين علشان تفضل محتفظ باللايسنس بتاعتك، والا السيرفر هينزلك للفري ويفتح لك بس الاوبشن بتاعت الفري. احنا في الدوره بتاعتنا اللي هي شغاله على جزء الفري احنا ما يهمناش خالص الانترنت كونكتيفيتي، لان احنا كده كده فري والسيرفر مش هيوقفنا، يعني بعد ال 15 يوم السيرفر مش هيوقفك. كان ممكن تلاقي في الفيديوهات الموجوده بيقول ان السيرفر بيوقف، لا ده اتعدل والسيرفر مش هيوقف، بعد 15 يوم السيرفر شغال عادي بدون اي مشاكل ومش محتاج توصل الانترنت تاني. انا كده السيرفر بتاعي عملت له اب وعملت له راننج وبقى السيرفر بتاعي جاهز ان هو للكونفيجريشن اللي هنبتدي فيه المحاضرات الجايه. اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه يوم الاحد الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.